بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة مع رحال، البرنامج اللي بيتكلم عن كل حاجة بتخص الحضارة والتاريخ. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية والبيروقراطية، وإيه معنى كل واحدة فيهم وإمتى بتستخدم. الفرق بين المصطلحات التلاتة دول كبير جدا، ومن الصعب الخلط بينهم، وبالرغم أن المصطلحات دي مرتبطة ببعض بشكل ما، إلا أنه كل مصطلح منهم بيعبر عن شيء مختلف تماماً عن التاني. وعلشان نعرف الفرق بينهم ونوضح إيه الاختلاف ما بين المصطلحات دي، هنتكلم عن كل مصطلح على حدة ونقوله إيه هو وأصله، وهنحاول نذكر ليه بعض الأمثلة. أول حاجة الديمقراطية. طبعاً أول ما بتسمع كلمة ديمقراطية، أول حاجة بتيجي في ذهنك بعض المصطلحات العامة والمعروفة عنها، وهي العدالة والمساواة والحرية، وكل الكلمات دي بتؤدي لنفس المعنى. والديمقراطية هي مصطلح عام وشامل، يعني نظام حكم بيتيح للمحكومين باختيار قائدهم بإرادتهم الحرة دون أي تأثير بالعوامل الخارجية، ما اعطاهم الحق في الاعتراض وتغيير قائدهم في أي وقت وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. طيب إمتى نشأت وظهرت فكرة الديمقراطية أو مصطلح الديمقراطية؟ من خلال مراجعتنا لكتب التاريخ بنلاقي أن بداية ظهور مصطلح الديمقراطية كان عند الإغريق في أثينا وروما تحديدا، وسبب ظهورها كان رغبة الإغريق في الاعتراض على الحكم الاستبدادي اللي كان سائد في أوروبا في الوقت ده، واللي كانت تعتبر رد فعل على النظام التعسفي في استخدام السلطة من قبل الحكام وقتها، حيث أن كل رجال المدينة كانوا بيجتمعوا ويتفقوا على اختيار حاكمهم، وكانوا بيتحاوروا مع بعض في كل القضايا اللي كانت بتحصل داخل البلاد، وبيصدروا فيها الأحكام بناء على آرائهم كلهم، وما كانش أي حد بيتأثر بالحكم أو بالرأي، وكان حق الإدلاء بالرأي وحق الاعتراض مكفول لكل المواطنين. ومن هنا نشأت فكرة الديمقراطية وبدأت في الانتشار، واتخذتها بعض الدول كنظام للحكم بيها، لكن طبعا مش كل الدول اتخذت نفس الأساليب والأنظمة في تطبيقها، بالرغم من أن قوانينها وأساليبها وطريقة تنفيذها واضحة ومتفق عليها من الجميع. طيب إيه هي أنواع الديمقراطية؟ بنلاقي أن الديمقراطية بتنقسم لأنواع مختلفة. رقم واحد، الديمقراطية المباشرة، وهي بتعني أن الشعب بيحكم نفسه، وده كان بيحصل في المدن الإغريقية القديمة من خلال أنهم كانوا بيدلوا بأصواتهم سواء بالقبول أو الرفض على القوانين المفروضة. أما النوع الثاني فهي الديمقراطية غير المباشرة، وفيها مش بيشترط على الشعب انه يدلي بصوته، لكن بيكون ليه الحق فقط انه يراقب اداء المنتخبين من خلال عدة طرق للاستفتاء. اما النوع الثالث من الديمقراطية فهو الديمقراطية النيابية، وفيه بيكون البرلمان هو اللي بيتولى كل وظائف الحكم او بعضها، وبيكون البرلمان مكون من اعضاء بيختارهم الشعب وبيكونوا في الحكم لمدة معينة. ومن خصائص الديمقراطية أن يكون عضو البرلمان ممثل للأمة كلها مش للدائرة المسؤول عنها بس، وأن يكون البرلمان منتخب من خلال الشعب، كمان يكون عضو البرلمان مستقل عن الناخبين، ويكون ملتزم بتقديم حساب للناخبين عن أعماله على اعتبار أنه ممثل للأمة كلها مش للناخبين فقط. أما لو اتكلمنا عن أهداف الديمقراطية اللي المفروض أنها تحققها، فنقدر نقول أن النظام الديمقراطي ليه أهداف عديدة. أول حاجة اللي هي تحقيق العدالة والمساواة، وده طبعا هو أساس النظام الديمقراطي بين كل أفراد الشعب. تاني حاجة المشاركة من قبل الشعب. تالت حاجة رأي الأغلبية والاهتمام بحقوق الأقلية، وده بيعني أن الديمقراطية هي قائمة على رأي الأغلبية، لكن ده طبعا لازم يأخذ في الاعتبار حق الأقلية. فصل السلطات عن بعضها، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. بعد كده بنلاقي احترام حقوق الإنسان، وده طبعا من أهم بنود الديمقراطية، وده لأن الإنسان بيعد من أهم أولويات الديمقراطية وتحقيقها، لأنها بتعمل على حفظ حقه المدني في المشاركة، وبتكفل ليه أيضا الحرية الفكرية وحرية الدين والتعبير. بناء على كده إيه الفايدة من تطبيق النظام الديمقراطي؟ اللي طبقوا النظم الديمقراطية بيقولوا إنهم وجدوا ليها بعض الفوائد، في إنها بتساعد وبتقلل من مستوى الفساد وبتقلل من مستوى الإرهاب، كمان بترفع نسبة رضا المواطنين وبتعد مواطنين صالحين، وبتساعد في حماية حقوق المواطنين ده في حالة إنها بيتم تطبيقها بشكل سليم، كمان بتعمل على تحقيق العدالة والمساواة
بين كل أفراد وطبقات الشعب، وبترفع من زيادة الوعي لدى المواطنين، وبتقلل من نسبة الفقر نوعا ما، كمان بتساعد على الاستقرار السياسي للدولة. لكن طبعا الديمقراطية زي أي نظام ليها مساوئ وسلبيات. طب إيه هي السلبيات واللي اتضحت بعد تطبيق النظام الديمقراطي؟ من أوائل مساوئ النظام الديمقراطي هو إن بعض الناخمين بيستخدموا طرق غير مقبولة علشان يكسبوا أكبر عدد من أصوات المواطنين، زي إنهم بيشوهوا صورة أحد المشاركين المضادين ليهم، أو يعتمدوا على المال والسلطة. كمان إنك بتلاقي بعض الأفراد بيسعى للسلطة لأغراض سيئة، زي إنه بيحقق مصالح شخصية، وده طبعا بيبقى على حساب مصالح الشعب. كمان في بعض الأحيان بنلاقي إن النظام الديمقراطي بيوفر عدد كبير من الخدمات على حساب الاهتمام بجودتها. كمان إن العملية الانتخابية وفرز الأصوات بتاخد وقت كبير جدا مقارنة بالأنظمة التانية. أما آخر مساوئ النظام الديمقراطي فهي إهدار الكثير من الأموال في سبيل دعم الحملات الانتخابية، وده كان بالنسبة للنظام الديمقراطية. أما الدكتاتورية فهي كلمة لاتينية وكانت ديكتاتوريس، وبالعربي تعني المستبد أو الحاكم اللي لا يحكم عبر الوسائل الديمقراطية. وبيستخدم مصطلح الدكتاتور بشكل عام لوصف حاكم بيسيء استخدام السلطة الشخصية، خاصة تلك السلطة اللي بتجعل القوانين دون سيطرة فعالة من قبل السلطة التشريعية. طيب نشأت إمتى كلمة دكتاتور؟ بدأ ظهور مصطلح الدكتاتور في روما القديمة، والمصطلح ده كان هو لقب القاضي، واللي كان بيعين من قبل مجلس الشيوخ لسيادة الجمهورية في أوقات الطوارئ. والمصطلح ده كان في الأصل لقب محترم في اليونان القديمة، لكن لقب الدكتاتور بقى يستخدم بشكل حصري علشان يعبر عن القمع والحكم الفاسد. والديكتاتورية هي شكل من أشكال الحكم المطلق، واللي بتكون سلطات الحكم محصورة في شخص واحد كالملكية، أو مجموعة معينة كحزب سياسي، أو ديكتاتورية عسكرية. وللديكتاتورية أنواع مختلفة، وده حسب درجة القسوة والأنظمة اللي بتطبقها، واللي ما بتسمحش لأي أحزاب سياسية وأي نوع من المعارضة إنها تحصل، وبتعمل جاهدة علشان تنظم كل مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية، وحط ليها معايير للأخلاق وفق توجهات الحزب ده أو الفرد الحاكم، وهنا بتسمى أنظمة شمولية. مثال على كده ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي وإيطاليا الفاشية، واللي ممكن نعتبرها أنها كانت نسخة متطرفة من السلطوية، وهنا بتكون درجة الفساد فيها أعلى من الأنظمة الشمولية. واستمر النظام الديكتاتوري من روما القديمة لحد ما وصل ما بين الحربين العالميتين، واللي في الفترة دي ظهرت أنظمة سياسية مختلفة وصفها أصحاب الفكر الليبرالي بالديكتاتورية، زي ما قلنا الأنظمة الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق. وكل الأنظمة دي تمتعت بسمات الديكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد، واللي بتقوم على إن هي بتسيطر على وسائل الإعلام وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، وتوجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماهير، وتوجيه إيديولوجيته لصالح النظام الحاكم، والاستخدام التعسفي للقوة من خلال الأجهزة الأمنية علشان تروع المواطنين. أما عن أنواع الديكتاتورية فهي نوعين، في منها الديكتاتورية الفردية، وبتكون عن طريق إن فرد بيتسلط على مقومات الدولة تسلط شامل، والمقصود بيها هنا الأرض والثروة والشعب والحكم، وبيعتمد على كده على القوة العسكرية. وهنا الدكتاتور بيصور نفسه على إنه له صلة روحية بالإله، وعلشان كده بيحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة. رقم 2 الدكتاتورية الجماعية، وبتكون إن جماعة بيتسلطوا على مقومات الدولة كلها، مش مجرد فرد واحد زي الدكتاتورية الفردية. ومش بيختلف تطبيق الأنظمة الدكتاتورية بين الدولة الملكية أو الجمهورية، لكنه بيختلف على حسب طبيعة الأفراد من الناحية التعليمية أو الجهل. فبنلاقي إن المجتمعات المتخلفة بتتحمل أكبر قدر من صناعة الاستبدال، وده نتيجة التقوقع الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي. أما المجتمعات المتقدمة واللي درجة الوعي والتعليم فيها بتكون عالية، فبنلاقي إن الطغيان والاستبداد الواعي فيها بيرجع لأسباب مختلفة، منها غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وإن المجتمع بيتحول لآلة عمل متناسقة مع بعض علشان يعيشوا
ويحققوا إشباع للغرائز فقط. كمان في المجتمعات المتقدمة بيكون الاستبداد فكري مش عملي، فهتلاقيه إنه هو مش بيقتل الإنسان، لا هو بيقتل أفكاره وتطوره الفكري. ومن سمات النظام الدكتاتوري: واحد، قمع الشعب من الداخل وشن الحروب على الجوار. 2، تشكيل الشعب بقالب معين وفق أيديولوجية معينة. 3، إنه بيستغل الدين علشان يثبت حكمه. 4، بيعمل جهاز استخباراتي قوي ونشيط بيتخلل داخل الشعب. 5، إنه بيضيق على الصحافة وبيعمل على توجيه الإعلام علشان ينشر أفكار معينة بهدف إنه يسيطر ويتهيمن على الشعب وعلى أفكاره ومعتقداته وتوجهاته. 6، إنه بيهمل التعليم بشكل كبير وبيغض النظر عن الفساد في الدوائر الحكومية المختلفة علشان يحقق أهداف معينة. طب إيه هي السبل والطرق اللي بتبقى مضادة للنظم؟ أول حاجة إن يكون في دستور محكم وشامل للدولة. 2، إن يكون في انتخابات في الدولة وتكون انتخابات نزيهة بيختار فيها الشعب من يمثله بكامل حريته وإرادته. 3، إن مؤسسات الدولة تكون مؤسسات مستقلة استقلال كامل عن أي سلطة. 4، إن الشعب يكون مثقف ويكون له حرية التعليم والتعبير عن آرائه وأفكاره بشكل صريح، طبعا فيما لا يخالف معتقدات هذه الدولة. أما البيروقراطية فهي مفهوم بيستخدم في علم الاجتماع والعلوم السياسية، واللي بيشير للقوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة، وهي كلمة إنجليزية وبتعني باللغة العربية الدواوينية أو الديوانية. وتعتمد البيروقراطية في أنظمتها على الإجراءات الموحدة وإن هي بتوزع المسؤوليات بطريقة هرمية. مثال على البيروقراطية المستخدمة في الوقت الحالي، هتلاقي الحكومات والقوات المسلحة والشركات والمستشفيات والمحاكم والمدارس. طيب أصل كلمة البيروقراطية جت منين؟ الكلمة دي مقسومة لاتنين، أول قسم فيها بيرو، وهي كلمة فرنسية ومعناها مكتب، واللي كانت استخدمت في بداية القرن 18، واللي ما كانتش بتعبر عن كلمة مكتب إن هو بيكتب بس، لكن بتعبر عن الكيان، عن الشركة أو مكان العمل. أما النصف الثاني من الكلمة وهو كلمة قيراطية، فهي كلمة مشتقة من الأصل الإغريقي كراتس ومعناها السلطة، والكلمة في مجموعها بتعني قوة المكتب أو سلطة المكتب. لكن مصطلح البيروقراطية ما كانش أول ظهوره منتصف القرن 18، لكن كان في أنظمة إدارية منظمة موجودة قبل كده بكتير. فهنلاقي في حوالي من 3500 سنة قبل الميلاد هنلاقي استخدام الوثائق كان عنصر حاسم في تطوير الأنظمة، وبنلاقي أول مثال محدد للبيروقراطية كان في سومر القديمة، وكان فيها فئة بتستخدم الكتب والألواح الطينية علشان توثق وتنفذ الوظائف الإدارية المختلفة للدولة، زي إدارة الضرائب والعمال والسلع والموارد العامة زي مخازن الحبوب. وبنلاقي مثال على كده برضو في الحضارة المصرية القديمة بمجموعة الكتب واللي كانوا بيديروا بيروقراطية الدولة للخدمة المدنية. كمان في الصين ما بين 221 و206 قبل الميلاد بنلاقي سلالة تشين، وقتها عين الإمبراطور في المناصب الإدارية مسؤولين مخلصين بدلا من النبلاء، وأنهى على النظام الإقطاعي في الصين واستبدله بحكومة بيروقراطية مركزية. واستخدمت السلالات اللي بعد كده شكل الحكومة اللي أنشأها الإمبراطور الأول ومستشاريه علشان ينظموا حكومتهم. وفي ظل النظام ده ازدهرت الحكومة وبقت من السهل إنها تتعرف على الأفراد الموهوبين في المجتمع. وبعد كده اختلف تطبيق النظام البيروقراطي بين الأنظمة والحكام والسلطات المتلاحقة في الإمبراطوريات الصينية المتتالية، فبنلاقي كل إمبراطور كان له نظامه على حسب الأوضاع السائدة في وقتها. أما الإمبراطورية الرومانية فأدت إصلاحات ديقلديانوس لمضاعفة عدد المناطق الإدارية، وده عن طريق التسلسل الهرمي للقناصل الإقليميين ونوابهم، وإنهم كانوا هم المسؤولين عن إدارة الإمبراطورية الرومانية في وقته، وده أدى لتوسع كبير في البيروقراطية الرومانية للدولة، لكنها أدت لركود اقتصادي واسع النطاق. أما الإمبراطورية البيزنطية بعد كده فعملت تسلسل إداري معقد جدا، وفي القرن 20 بقى مصطلح البيزنطي بيشير لأي هيكل بيروقراطي معقد نتيجة للنظام اللي استخدمته الإمبراطورية البيزنطية زمان.
طب ايه هي اسباب ظهور البيروقراطية؟ رقم واحد، ازدياد عدد السكان، لانه بالتالي بيؤدي لزيادة المستهلكين، وكان طبعا بيبقى لازم انك تشكل نظام بيساعد على زيادة الانتاج. رقم اتنين، الرغبة في العمل بكفاءة اكبر. رقم تلاتة، الرغبة في اداء مهام واسعة في نطاق اوسع. طيب ايه هي الاهداف اللي بتسعى ليها البيروقراطية علشان تحققها في الدولة؟ بتهدف البيروقراطية انها توفر وظائف ادارية مطلوبة، زي ان هي بتصدر تراخيص وتحصل رسوم وغيرها من الوظائف الادارية. اتنين، بتنظم انشطة الحكومات المختلفة. تلاتة، ان هي بتعمل على تنفيذ المسؤوليات والقوانين اللي بيضعها المنتخبون. وبتتسم البيروقراطية بان ليها شكل هرمي في السلطة، وانها مش بتتحيز لاي فرد على حساب فرد اخر لاي سبب من الاسباب. كمان طريقة اختيار الموظفين بتكون عادلة طبقا للنظام الهرمي ليها، وطبقا للمتطلبات والقواعد الخاصة بها. التخصص وتقسيم العمل، وان الترقية بتتم بناء على جهود الموظفين ومدى استحقاقهم، مش بسبب واسطة او محسوبية. لكن طبعا كل نظام له مزايا وله عيوبه. فايه هي عيوب البيروقراطية؟ مع تطوير نظم البيروقراطية وجدوا ان ليها بعض العيوب، منها ان القوانين بتاعتها بتتسم بالجمود وعدم المرونة، وده بيؤدي للروتين، واللي بالتالي بيقتل روح الابداع داخل الهيكل الاداري للدولة. رقم اتنين، النظام البيروقراطي بيركز على تحقيق الاهداف بدون ما يراعي مشاعر الموظفين، بمعنى ان الشركات بتتخذ من النظام البيروقراطي كنظام اداري، وان هو بيقوم على معاملة الموظف كالانسان الالي اللي مطلوب منه بعض المهام المحددة اللي يقوم بيها بالجودة المطلوبة في الوقت المناسب من غير مراعاة لمشاعره أو ظروفه. ثلاثة، الإفراط في الاعتماد على النظام البيروقراطي بيخلي الموظفين بيشعروا إنهم ممكن يستغنوا عنهم في أي وقت، وده بيخليهم بيشعروا بالإحباط، وبالتالي الكلام ده بيأثر على أدائهم وكفاءتهم في العمل، واللي بتبدأ في الانحدار. كمان بنلاقي ان في بعض الاحيان السلطة بتتمركز في ايد مجموعة معينة من الناس، وبده بيؤدي طبعا لاستغلال السلطة من قبل بعض الافراد المتحكمين بها. وبسبب صرامة وصلابة القوانين اللي بتتعامل، بنلاقي ان من عيوب البيروقراطية برضو ان بيتعامل الموظفين معاها على اساس انها هدف بيسعوا لتحقيقه، وبينسوا انها مجرد قوانين علشان تسهل العمل والحياة بداخل الكيان اللي بيعملوا فيه. وفي النهاية ممكن نقول ان الديمقراطية والبيروقراطية في فرق كبير ما بينهم، بالرغم من الاتصال الكبير بين عناصرهم، حيث ان البيروقراطية ممكن نقول انها اداة علشان تنفيذ الديمقراطية، وممكن نقول فلا يوجد ديمقراطية بدون بيروقراطية، ولا بيروقراطية بدون ديمقراطية، في حين ان الديكتاتورية تبتعد تماما عنهم. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة. أتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.